شايف مع اللي حصل للزمالك ايقاف قيد لعيب زي طارق حامد يمشي اشرف بن شرقي وخلاص الزمالك دلوقتي على قمه الدوري، شايف ده نجاح لمين وشايف اللي حصل ده ازاي؟ نجاح طبعا مفيش شك طبعا للمدير الفني بريرا، يعني من ساعه ما جه وهم لما اختاروا المستشار مرتضى منصور، وانا شايف كمان يعني احد النجاحات ان المستشار مرتضى بعد نفسه عن الفريق بشكل كبير جدا، واعطي طبعا اولويه للامير في الاشراف، وفي هدوء يعني من كم وفي ادوار هو بحقها مجلس الاداره للجهاز الفني، واعتقد ده احد مطالب فيريرا لما جه قعد معاهم عشان يرجع الاستقرار الاداري والفني، وان هم يتركوا الموضوع ليه. مفيش شك جه في الاول لقى صعوبات، وابتدى الراجل ينظم نفسه بشكل كويس جدا لحد احد يعني اكتشافاته الولاد الصغيرين عشان يقدر يسد الاماكن اللي هي لعيبه مميزه زي بن شرقي لما مشى مين هيسد مكانه، فابتدى يعمل الفريق الامل. والنهارده انت بتشوف حسام عبد المجيد، بتشوف نيمار، بتشوف سيف، بتشوف يوسف، اسامه نبيه، اربع لاعبين جيدين انضموا للقوام الرئيسي، واعتقد ان هم اختيار طريقه اللعب المناسبه اللي يستطيع يعمل فيها الزمالك فارق في الفتره الاخيره، ودي اللي نجحته بشكل كويس مع انخفاض مستوى النادي الاهلي في الفتره ديت في خدانه عدد كبير جدا، وده طبعا المنافس الرئيسي يمكن بيناوش من بعيد بيراميدز لانه ماشي برضه في المنافسه في الموضوع ده متمسك بالمركز الثاني. فاعتقد يعني مبروك لنادي الزمالك، هو قريب جدا جدا خلاص لحسم بطوله الدوري، واعتقد ديت يعني هيحسب لمجلس الاداره وهيحسب للاعبين وهيحسب للجهاز الفني ان هو هيجمع بين بطولتين في سنه واحده الكاس والدوري، وده شيء جيد. طيب شايف ان الحدث ده شايفه انجاز او اعجاز لفييرا؟ شوف انت عشان تصل لتوليفه في قله عدد اللاعبين المؤثرين وكمان تقل من اللاعبين الجيدين، اعتقد ده يعني اكتشاف لفييرا بشكل كويس جدا الجهاز الفني. تقيم سواريش مع الاهلي ازاي؟ سواريش عشان يبان بصماته لازم اديله وقته، لان هو جه في وقت هو الراجل قال لك انا كل اللي بشتغله هو الريكفري يعني من بالظبط عشان فطبعا انت عشان تحكم على مدرب لازم تديله وقته بشكل كويس. انا شايف في الفتره الاخيره من ساعه ما مجلس اداره والجهاز الفني ابتدى يعتمد على سياسه التدوير واعتمد على بعض الناشئين مع مجموعه اللاعبين التانيين اللي هم كانوا بعاد، ابتدى الفريق تحس انه يعود لحيويته مره اخرى. فيعني التغييره دي جت في صالح النادي الاهلي، واعتقد ان ده هيعمل تغييره كبيره جدا جدا في المستقبل في استراتيجيه النادي الاهلي. شايف رحيل موسيماني كان قرار صحيح ام خطا؟ والله شوف ده قرار مجلس اداره، يعني مجلس الاداره طبعا هو بيختار التوقيت، وطبعا النادي الاهلي دايما بيلعب على هدف واحد هو البطولات الافريقيه رقم واحد ثم البطولات المحليه رقم واحد، فلما انت ما بتحققش التارجت اللي انت متفق معاه اعتقد بيبقى فيه تقلبات. النادي الاهلي وراه جمهور عريض بيضغط عليه بشكل كبير جدا لان ما بيقبلش، عاوز النادي يعني كل الانديه الجماهيريه عاوزه حاجتين يعني معادله صعبه، اداء ونتيجه. فطبعا دي عشان تحققها اي مدرب محتاج معاه لعيبه جيده جدا كتيبه، ويكون الولاد في صراحه انا شايف الفتره الاخيره دي من اكتر الثلاث سنوات الاخيره من اكتر الناس اللي اتضروا نظرا للمواصله في منتخبات بطولات عربيه افريقيه محليه بطولات كاس عالم تصفيات هو لعيب النادي الاهلي، لان طبعا ثلاث سنين اللي انت شايفه ده عمليه اجهاد. وحسنا ان هم طبعا ابعاد اللاعبين اللي هم يعني حسوا ان هم مجهدين على اساس ان هم يستعيدوا نشاطهم بشكل كبير، نظرا طبعا الموسم ما فيش موسم في العالم بيبدا سنه كامله 12 شهر 30 8 ينهي 30 8، طبعا ما فيش جانب يعني احنا حتى في علم التدريب الراحه اللي احنا بناخدها بين الموسمين دي راحه ايجابيه عشان اللعيبه واحنا كاجهزه فنيه نقدر نفصل، حتى الادارات تقدر تفصل ترتب نفسها على كل الاصعده عشان تخش على موسم تاني باقبال بانتعاشه مقبل على التدريبات. لكن انا اعتقد ان كده وصلوا قمه الكوبايه زي ما بيقولوا، الكوبايه اتملقت، فعشان كده النتائج اتهزت، اصابات كتيره طبعا.